الفكرة هي إن أنت في دولة في ظروف مصر ما عندكش غير أفكار تحل بيها مسائل وتحديات الدولة. وأنا عايز أقول لكم إن أنا بعتبر إن العشر سنين اللي فاتوا دول كانوا عبارة عن مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات اللي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة. كانت إيه؟ سد الفجوات والثغرات في كل القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحة. وبالمناسبة وإحنا بنتكلم في قطاع الصحة، إحنا عملنا فقط 50% من البنية الطبية، مش كده دكتور؟ اللي هو اللي كنت بتتكلم في 1400 مستشفى، احنا عندنا 700. مع الوضع في الاعتبار يا ترى الجهد اللي بيتم في ال 700 مستشفى كمان يعني يساوي حجم العمل اللي ممكن ال 700 مستشفى يقدمه؟ اشك، لان طبعا في اعتبارات اخرى. لكن على كل حال انا برجع للنقطة دي عشان بس منك ايه، قلت لي ان احنا بنقدم علاج في المستشفى، وانا فعشان كده قلت لك من فضلكم، مش من فضلكم، انا مش جاي اسمع كلام جميل، انا مش جاي اسمع، وعمر الكلام الجميل ما هو الهدف بتاعي ولا هدفنا. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل توصيف حقيقي لواقعنا عشان نخرج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدولة دي. اصلاح، بناء، امل، استعادة ثقة. مش ابدا ان انا، لان انا لو انا يعني عايز اقول لك على حاجه ليكم كلكم، هو انا النهارده الشاب او الشابه اللي هيخش كليه الاداب او كليه التجاره او كليه الحقوق فرصه العمل بتاعته قد ايه؟ طب الكلام ده معروف من كتير، من 10 15 سنه اكتر. طيب احنا كدوله، احنا كتعليم، عملنا ايه عشان نقنع أولادنا وبناتنا وأسرهم إن هو ما بقاش يستهدف فقط إن يبقى معاه شهادة ويخلص ذمته الأب أو الأسرة يعني من ابنهم يقول له إحنا علمناك؟